من اللي الرئيس معناها شد الحكم ما يساعدهمش يكون إنسان نظيف، ما يساعدهمش، يساعدهم فهمتني ينهبوا الشعب يأكلوله لحمه نهوسونه، ما يخافوش ربي. هذا جماعة عندها الفلوس قاعدة تتصرف في الميزانية كما تحب، يسكروا منه ويطلعوا منه ويهتلوا منه، اللي يحبوا يطلعوه يطلعوه، اللي يحبوا يطيحوه يطيحوه. اليوم القهوة ما فميش، الزيت ما فميش، فما مواد أساسية معناها مفقودة، المواطن متذمر دونك معناها فهمتني، يعني حاجة بصراحة فهمتني حاجة ما تشرفش البلاد. رئيس الجمهورية قيس سعيد صرح خلال لقاء وجمعه بوزيرة التجارة أنه الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وهذا بالإثباتات، هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار. شنو رأيك؟ والله رأيي فهمتني هذا قلت أنا قبل، معناها ضربة كبيرة السيد الرئيس باش يوريك إنسان قاعد يخدم، إنسان يخدم للمافيا، والمافيا مش سهلة. ناخذوا لغير جوسيت لينو، هي موجودة ده حتى في التلفزة، هذه من عهد بورقيبة، وزادوا استفلحوا فهمتني ملي الرئيس معناها شد الحكم ما يساعدهمش يكون إنسان نظيف، ما يساعدهمش، يساعدهم فهمتني ينهبوا الشعب يأكلوله لحمه نهوسونه. أي ضربة اللي ضربها سيد الرئيس، وديما نقولها أنا من قبل فهمتني، ترجعوا الإذاعات ترجعوا الواحد، يا سيد الرئيس توا أضرب مش يد من الحديد برك، والشعب معك، أضرب ومازلت تضرب ومازلت قاو، أنت شديت الحكم وقلت فهمتني تونس تونس، ولهذا تونس راهو عندك مازلت أكثر من الاستعمار باش تقومهم الناس هذوما وما يخليه حد في راحة. أنت ترى معني حسب رأيك أنه الارتفاع المشط في الأسعار واختفاء بعض السلع من المواد الأساسية وراها أيدي خفية؟ معلوم معلوم، ناس عاملة دبوات ترضى فهمتني يردموه كالبطاطا والفلفل، يردمها وما يأكلوش الشعب. عليه الكيلو بطاطا طوى بالبلاح بالواحد ما تفوتش 800 فرنك، يا عباد الله بثلاثة آلاف فين؟ في الفريقوات، الفريقوات عملهم تحت الأرض، فريقوات تحت الأرض، أغزر الدناءة. ما شكون يعمل على تجويع وتفقير الشعب التونسي؟ معلوم هو شبعان باش يتلفت لغيره، كي هو شبعان واللقمة ينحيها له، يزيد ينحيها له، وهذا الشيء اللي عايشينه عايشينه عموناش فهمني، الشيء اللي وخاصة نراو فيه تو تو. علاش نقولوا يا قيس سعيد راك ما زلت تقاوم، شد ربي في صحتك واضرب من الحديد ومش من الحديد بالحرام، ما 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 بس بالسيف وقص اليدين والروس، وراو الشعب معك، راو يا قيس سعيد في باب الفلة المرأة اللي تجري وتقول لك يبدلوا في الأسعار، راهي ناس من الفوق للوطة ما بعضها تمكمك ما بعضها. نزول رئيس الجمهورية زيارته الفجائية لسوق باب الفلة وحديثه مع المواطنين، والمواطنين قالوا له معناه بخصوص سوق الجملة واللي قاعد يصير في سوق الجملة والقشارة وغيرها، شنو رأيك؟ هذاك هو الموجود، كل شيء شدينه فهمتني، ما فماش حاجة مش شدينها القشارة والسفرات. أخي الرئيس باش يخرج يومين سوق الجملة فهمتني من ثلاثة متاع الصباح، يا خويا عمل لجان، واللجان عملها ميليتار، ومش جيب لي لجان لبس لي كرافات ولبس لي ميليتار، والميليتار هو اللي الزجر، الزجر هو اللي يجيب الثنية في دارك في الواحد، الزجر يجيب الثنية. هاد الديمقراطية اللي يحكيو أنا ديمقراطية، احنا متاع ديمقراطية، احنا بلاد متاع ديمقراطية، احنا بلاد العصا لمن عصا. رئيس الجمهورية قيس سعيد صرح خلال لقاء بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات انه الايقافات الاخيرة اظهرت انه عدد من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على امن الدولة الخارجي والداخلي، وهذا بالاثبات، هم من يقفون وراء هذه الازمات المتواصلة او المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الاسعار. شنو رايك؟ بالطبيعة هم هذوما ارهابيين، هذوما جماعة ارهابيين، هذوما يمصوا في دم التونسي، هذوما
ما يخافوش ربي هذام. جماعة عندها الفلوس قاعدة تتصرف في الميزانية كما تحب، يسكروا منا ويطلعوا منا ويهتلوا منا، اللي يحبوا يطلعوه يطلعوه، اللي يحبوا يطيحوه يطيحوه. شنو يا أخي تحبي تعرف؟ ما يعني أنت ترى إنه اللي قاعد يصير معناه من الترفيع في الأسعار وغياب لبعض المواد الأساسية وراها أيادي خفية؟ أشخاص اللي هم رؤوس أموال، رؤوس أموال هذاك هم اللي قاعدين يطلعوا يخبوا في القهوة ويقصوا في الزيت، حتى الزيت لحوه ولا يعلبوه ويضخموه ويبيعوه بسوم أغلى. رئيس الجمهورية قيس سعيد صرح خلال لقاء جمعه بوزير التجارة إنه الإيقافات الأخيرة أظهرت إنه عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وهذا بالإثبات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار. شنو رأيك؟ والله بالنسبة للإيقافات الأخيرة أنا لاحظت كمشاهد تونسي كمواطن الإيقافات الأخيرة اللي عملها قيس سعيد، نتصور حسب رأيي أنا فهمتني، إذا كان معناها فهمتني أثبتت وثبتت أنهم معناها متورطون فليتحمل كل إنسان مسؤوليته معناها. وبالنسبة لقيس سعيد فما حاجات كان فيها مصائب، لأنه فما بالحق كان صائب، كان صعب لأنه فما حاجات اليوم القهوة ما فميش، الزيت ما فميش، فما مواد أساسية معناها مفقودة، المواطن متذمر دونك معناها فهمتني، يعني حاجة بصراحة فهمتني حاجة ما تشرفش البلاد. إذا كان أنت المواطن ما يلقاش باش يتعشى وما يلقاش باش ياكل فهمتني، وتجي أنت اليوم فهمتني درق لي المواد الأساسية ولا تحتكر ولا سفار، حتى زاد قدام ربي معناها ما تجيش، حتى المواطن معناها فهمتني مسكين فهمتني، حتى قدام ربي ما تجيش. بالنسبة لقيس سعيد القرار اللي تاخذه أنا نتصوره إذا كان أثبتت فعلا التهمة فأنه صعب، ونقولوا ليه لا يعني من هنا من المنبر هذا شكرا يا قيس سعيد لأنك بالحق خدمت بصدق، لأنه الشعب الكل معاك وما تسمع كلام حتى حد، لأنك أنت بالرسمي نحن كشباب نحن معاك، نحن اللي نهزوك، وديما قيس سعيد في العلالي لأنه بالرسمي قيس سعيد متأكد باش تتصلح تونس، وهو اللي باش يصلح تونس في الخمس سنين اللي جايين أو الست سنوات اللي جايين فهمتني. ومعناها فهمتني أختي تصور أنه معناها غياب المواد الأساسية وترفيع في السلع وراها أيادي خفية أو أشخاص تعمل على تجويع الشعب التونسي وتفقيره؟ أنا نتصور فما أشخاص تحب تجوع الشعب التونسي برجولية، تحب ولا تكره، وتحمل أنا مسؤوليتي، لأنه أنت سامحني شنو معناتها فهمتي تجي وقت الإنسان فهمتي وقت المواطن اليوم يتذمر من السكر وتجي أنت تخفيه معناه يتذمر من القهوة وتجي أنت بنسيفة أنت تجي كيلو السكر اللي هي مسعرات وزارة التجارة ب 900 فرنك الدرج وأنت تحب تخرجه معناه فهمتي تبيعه بدينار ب 15%، هذا ظلم وانتكال معناه بالشعب وحقرة للشعب وحقرة للزوالي حقرة بالحق سامحني حقرة للمواطن ككل. يلزم بالحق سيد رئيس الجمهورية شو بالرسمي وزارة التجارة تخدم 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 ليلا نهارا، وبارك الله فيه سيد الرئيس خدم وماذا بينا يزيد يخدم فريمون بالحق، خاطر والله العظيم صدقوني بالرسمي صدقني أختي نحكي معك بالرسمي، راهو يلزمه سيد الرئيس. عليك يا سيد الرئيس، أنت راك جند من جنود تونس، أنت راك جند من جنود تونس، ووزارة التجارة عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتاخذ القرارات وخويا فهمتني، وتكون معناه تمشي في مسار به اللي يعمل فيه قيس سعيد برجولي بالنسبة لي أنا معاه، تحب أحب من أحب كره من كره.